باراليتيك انحراف النيورون، يقول لك اسست الموفمنت على الشولدر جوينت او تست الماسل باور على الشولدر جوينت. بعدين بقى طيب، طب اشوف الموفمنت على الشولدر جوينت فليكشن اند اكستنشن. بص الاكسس بتاعي عامل ازاي، ادكشن ابدكشن internal external rotation and circumduction. واضح الكلام؟ flexion extension يعمل قدامي زي ما انا بعمل abduction abduction ولغاية الاخر، بعد كده يعمل internal external rotation والcircumduction، ونكرر الكلام على الشولدر الثاني. خلصت الموفمنت في الهاند والريست والقلب والشولدر، اروح للفيت والانكل والني والهيب. بالنسبه للفيت هخليه يعمل ايه في الفيت؟ فلكشن واكستنشن للفيت بس، مفيش حاجه يعني موفمنت عند الانترفرينجال جوينت في الفوت، حاجه ليمتد فده هو جاست فلكشن اند اكستنشن. طب تبص ايه عند الانكل؟ عندك ثلاث حركات في الانكل. ايه الثلاث حركات؟ بصوا يا دكاتره، عند الانكل الحقيقي اللي هو ما بين التيبيس والتيلس دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن، واضح؟ ركز معايا، ما بين التيبيا والتيلس بيبقى فيه فليكشن اند اكستنشن. عند السب تيلر جوينت اللي هو ما بين التيلس والكالكينيوس الانفرجن والايفرجن. شايف الكالكينيوس هتيجي كده ميديال يبقى انفرجن، تيجي لاترال يبقى ايفرجن، يبقى بينفيس بالسول لاترال وميديا. تيجي الميد تارسل جوينت اللي ما بين التلس وبقيه التارسل، دي الحركه اللي هي اسمها ادكشن وابدكشن. فهي حركات الفوت اهي، لو بنعمل الحركه دي عند الانكل فعلا دي اللي هي فليكشن وبلانتر فليكشن ودورسي فليكشن. السب تيلر يعمل الانفرجن ويل ايفرجن، الميد تارسل يعمل الادكشن ويل ابدكشن. واضح كلام؟ كانه كان فوق اللي هو الالنر والريديال ديفيشن، ولكن هنا الايه؟ الادكشن والادكشن. فهم ثلاث حركات هم هتلاقيهم يعني انت داخل تمسحها نعملهم عند الانكل وخلاص، بس لما تبقى فاهمها صح بتثبت اكتر. يعني حركه الثلاثه دول مش عند انكل، لا كل واحد فيهم عند جوينت مختلف عن الثاني، واحد انكل واحد سب تيلر واحد ميد تارسل. طيب ولكن انت عارفهم على طول، لو اقول لك سيرت الموفمنت عند الانكل جوينت يبقى اعمل بلانتر فليكشن واكستنشن ودورسي فليكشن، بلانتر ودورسي، اعمل الانفرجن والايفرجن، واعمل الابدكشن اند ابدكشن. طيب هبص عند الني جوينت، الني جوينت الموفمنت عندها ايه؟ الني جوينت، الني جوينت فليكشن اند اكستنشن. الافيوجن بقى في الني جوينت مهم جدا، الافيوجن في الني جوينت من اهم الجوينتس اللي ببص فيها على الديفيوجن، ولها سبيسيفيك تيست، مش فلكتويشن تيست عادي، ولكن له طريقه معينه. بخلي العيان ينام، نام عم محمد بقى، هخلي البيشنت ينام، هخلي البيشنت ينام وهخلي ريلاكس الكوادريسبس وابوش الباتيلا بوستيريور، بوستيريور يعني لتحت، واشوف لو حصل سايد فولنس على الناحيتين. فهنا انا بعمل ايه للبيشنت؟ هنا انا باجي عند البيشنت اخليه اكستاند الني ريلاكس كوادريسبس، هبوش الباتيلا بوستيريور واشوف لو في سايد فولنس. بصوا دكاتره هنا شايفين الني جوينت، لو في ميه جوه الني جوينت الباتيلا لما يحصل اكيميليشن فلويد الباتيلا هتترفع لفوق، وبالتالي لما هضغط عليها لتحت هلاقي الميه دي ظهرت فين؟ في الجناب، والاقي الباتيلا لما هشيل ايدي من عليها هتطلع تاني. يبقى لما هضغط كده هلاقي الناحيتين دول بيتملوا، واشيل ايدي الاقيها بالوتابل. يعني ايه بالوتابل؟ يعني بتفلكتويت، بتنزل في الميه وتطلع. اهي لما يحصل ميه في الجوينت ده جوه الباتيلا هتبقى ايه؟ ده اسمه ده الباتيلا الباوتش، هيحصل رايز للباتيلا وبالتالي مش هعرف اشوف الميه، هديتكت الميه ان انا هضغط على الباتيلا هلاقي الميه بتتجمع في الجناب سايد فولنس، لما ضغطت عليها لورا حصل سايد فولنس
مع انها بلوتابل بتطلع وتنزل. طيب لو كميه قليله جدا، لو كميه قليله جدا كميه الميه دي مش هترفع الباتيلا، ولكن هتبقى فوقيها ولاترال ليها، هتبقى فوقيها و يعني هتتجمع الميه هنا وهنا مش هترفعها. ففي المايلد ني افيوجن بعمل تيست اسمه ميلكينج تيست. فعندي في الافيوجن الكبير اللي هو ايفيدنت بعمل تيست اسمه باتيلر تاب، بضغط على الباتيلا بريلاكس النك بخلي البيشنت اكستند النيت يريلاكس الكوادريسب، بوش الباتيلا بوستيريور واشوف لو في سايد فولنس والاقيها بلوتابل. طب ما هي ممكن تبقى كميه ميه صغيره متجمعه هنا وهنا ومش باينه، فانت هتروح عامل ميلكينج تيست. ميلكينج تيست ان انا بضغط على السفرة باتيلر باوتش وعلى اللاترال اسبكت اوف ذا باتيلا واسس الميديال سايد، لو لقيته اتنفخ واتملى يبقى معنى كده ان عنده مينيمال او مايلد ايه؟ ني افيوجن. فتو تست تو دايجنوز ني افيوجن، واحد الباتيلر تاب واشوف سايد فولنس والاقيها بلوتابل، اثنين الميلكينج تيست والاقي فيه ميديال ايه؟ فولنس. لو لقيت الاولاني نيجاتيف دور على الثاني، لو لقيت الاولاني بوزيتيف خلاص مش هتدور على الحاجه البايظ وهي عندك كبير، واضح؟ عملنا الني اكزامينيشن للفوت فليكشن اند اكستنشن، اكزامينيشن للانكل بلانتر ودورسي، انفرجن ايفرجن ابدكشن ابدكشن. عملنا الني الفليكشن اكستنشن ودورنا بالباتيلا ساب والميلكينج ساب، واتفقنا ان انا بضغط سوبرا ولاترال وابص على ميديال فولنس في الميلكينج. الهيب جوينت ببص على ايه؟ ببص او بعمل الموفمنت عندي فليكشن واكستنشن ادكشن ابدكشن انترنال واكسترنال روتيشن اند سيركم دكشن. يبقى الموفمنت تاني عند الهيب ها فليكشن اهو واكستنشن، بعد كده ادكشن اند ابدكشن، بعد كده انترنال واكسترنال روتيشن اند في تو تست تو دايجنوز ديزيز هيد، حاجه اسمها توماس وحاجه اسمها ترند امبير. لو انا شاكك ان الهيب عن البيشنت ده تعبان، اثني رجلك عليك، اثني رجلك الثانيه عليك، امسك دي بايدك على بطنك افرد ده، لو اتفردت للاخر سليمه، لو ما اتفردتش للاخر تبقى دي تاني الكلام. شاكك ان عنده ديزيز هيب، اثني رجليك عليه، اثني رجليك الثانية، امسك بايدك عليك على بطنك افرد دي للاخر. انا خليته يمسك دي ليه؟ عشان البلبس ما يحصلش كومبنسيشن ويلف فبثبت، يبقى انا خليته يجيب رجلين الاثنين عليه ويثبت ناحية. لو الثاني ديزيز مش هيقدر يفرد رجليه للاخر. ده اسمه توماس تيست ريدايجنوز هيب ديسلوكيشن، ريدايجنوز هيب ديسلوكيشن. تيست تاني ولكن تروماتيك، تروماتيك يعني عيان جاي لي بتروما وخايف ان هو يكون عنده تروماتيك ديسلوكيشن. تيست تاني هوقف العيان في المخ، خلي بالك وانت قايم عشان التروماتيك دي هوقف العيان واخليه وقف هنا بس كده وانا شاكك ان الهيب ده ديزيز، فهخليك شاك ان ده ديزيز، ارفع رجلك دي، ارفع رجلي واحده. البلبس هنا ارتفع ولا سقط؟ طلع لفوق. عارفين لو ده الهيب ده ديزيز كان الهيب هنا هو الكولومبيا الكولومبيا ريشن هنا كانت سقط البايجرام. فعشان اساس ديزيز هيب انا شاكك ان ده ديزيز. لو بعمل صمت كنت هخليه يمسك التاني و يفرد رجليه، لكن لو بعمل ترندن امبير اخليه يقف على ايه؟ على الديزيز، يقف على الديزيز، اقف على ده ارفع ده لفوق وابص على الجلوتيه ريجن. لو الجلوتيه ريجن دي سقطت يبقى معنى كده ان الهيب على الناحيه دي. عارفين الهيب هنا اهميته ايه؟ الهيب هنا في حاجه اسمها الاب دكتور، اسمها ايه؟ اب دكتور بالظبط. يعني لو انت عايز تبعد رجلك دي في حاجه مفصل جايه من هنا كده ماسكه هنا، عشان تعمل لها ابدكشن المفصل دي تشتغل، ولو اشتغلت تعمل ايه؟ افرد رجليك عادي، افرد رجليك. لو المفصل دي اشتغلت الهيب اللي هنا في هنا ابدكتور،
لو المسلز دي اشتغلت سليمه، يعني الهيب هنا في مكانه، الفالكرم سليم، والجوينت كله سليم، والمسلز سليمه، هيحصل ايه؟ المسلز دي تشتغل كده، وبالتالي تعمل عمليه الايه؟ لا ما تلفش انت. تعمل عمليه الايه؟ الابدكشن. يعني المسلز دي لما تشتغل هتخلي رجله تبقى ابدكت. لو الهيب ده بيزيد الابدكتور ميكانيزم هتتاثر ومش هيحصل الابدكشن. فلما وقف على رجله دي يرفع رجليك الناحيه دي، ايه اللي حصل؟ لما وقف على رجله دي هنا المنطقه دي مفيش حاجه ترفعها، مفيش حاجه تريز الجلوتير ريجن، وبالتالي خطر. لما بلاش يعني لو حته فيها مشكله كهرباء نحطها في حته ثانيه. يعني ترندن بيرج تيست انا عايز افهمه لكم من الاخر. هو اللي مطلوب منك عشان اقعد يا شريف، شريف اقعد يا شريف، اقعد 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 اقعد. التومر تيست والترندن بيرج تيست يا دكاتره عايز اعرف هاو تو تيست وبدور بيهم على ايه. فكره بقى الترندن بيرج والتومر والشرح بتاع الجوينت والمصري شغاله ازاي والقصه دي مش عايزين نشغل بالنا بيها. الكلام ده هتاخدوه السنه الجايه ان شاء الله. بس عايز يعني برضه السنه الجايه يعني بيتقال وما بيتقالش، يعني اللي عايز يفهم اول بيبقى فاهمه. بس مش مطلوب منك السنه دي، ولكن مطلوب منك التست هاو تو اسس ديزيز هيب. بعمل التومر تست، هنيم العيان واخليه يكني رجل ويبني الرجل الثانيه، يمسك واحده والثانيه يفردها، لو ما فردهاش للاخر تبقى ديزيز. الترند الامبيرج يقف على الديزيز سايد، لو الاذر سايد سليم خلاص، لو الاذر سايد بيضرب يسموها باظت الترند الامبيرج تيست، وبيندكيت ان عنده ها برضه ديسلوكيشن في الهيب، ولكن ده مش تروماتيك، بيبقى ديفلوبمنتال اللي هو بيسموه ديفلوبمنتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب الدي دي اتش. دكاتره جمعوا معايا الكلمتين اللي قلناهم. عايز اخد اكزامبل ليا اكزامينيشن لهان، قولوا لي هتمشي ازاي. بقول لك هو مش هيجي لك ويقول لك اكزامن البريفرال جوينت، ولكن هيجي لك يقول لك اكزامن واحد، لان الصعب يجي لك كله كتير، هيجي لك واحد. تعال نقول مثلا هان، هتبص عليه في الهان سيمت الجو سيمت، تبص على سايد اوف انفلاميشن، تبص على كتير ما تبتدي بس ركز، هبص على ديفورميتي واوت، هبلبيت الجوينت لاين وادور على تندرنس وادور على التمبرتشر وابص على كريبتس واشوف لو في افيوجن. بعد كده اروح اعمل الموفمنت، الاكتف موفمنت اللي اعملها ايه في الهاند؟ ها فليكس ستنش ابدكش ابدكش اوبوزيشن اند الفليكشن والاكستنشن لمين؟ للستامب، والابدكشن ابدكشن للستامب. واضح الكلام؟ طب لو جه قال لي ني مثلا، تعالى نروح للني، تعمل ايه في الني؟ اول حاجه الانسبكشن ايه؟ سيمتريك او اسيمتريك. ناس ركزوا معايا، ما لكوش دعوه دلوقتي بالتصوير. ها سيمتريك او اسيمتريك و ساينز اوف انفلاميشن السكين مانيفستيشن، واشوف لو في ديفورم. ثاني حاجه هكومنت عليها البالبيشن، اشوف لو في تندر، اشوف التمبرتشر على التوني جوينت، ابص على الكريبتس وانا بحركها لو في صوت طرقعه في الجوينت، واشوف لو في افيوجن. ازاي تطلع افيوجن في الني جوينت؟ فاتيلر تاب وسايد فولنس والسوبرا فاتيلر باوتش واللاترال، وتشوف لو في ايه؟ ميديان ايه؟ فولنس بيندكيت ان في مايلد ني افيوجن اللي هو الني كينجتون. ما تنساش تعمل الموفمنت اللي انت تعمل سليكشن اند اكستنشن. والاساس الساكرو ليليان جوينت، ممكن اطلع شويه لغايه كده مثلا. Thank you.
معايا دكاترة؟ ساكرو إيليك جوينت؟ هنشتغل ولا إيه؟ هنشتغل؟ فين؟ الساكرو إيليك جوينت يا دكاترة؟ هعمل أسسمنت للأكزل سباين، ساكرو إيليك دورسو لامبر أند سيرفايكل. بالنسبة للساكرو إيليك جوينت، ساكرو إيليك جوينت ببص أول حاجة باي إنسبكشن على الساكرو إيليك جوينت. فين مكان الساكرو إيليك جوينت؟ مكان الساكرو إيليك جوينت بيبقى قصاد ده اسمه البوستيريور سوبيريور إيليك سباين، وبيدي دمبل على السكين هنا في الباك، في اللور باك بيبقى فيه دمبل على السكين. تعال تعال، بيدي دمبل على السكين. بشوف الدمبل اللي على السكين ده بيدمنستريت الكلينيكال سايت او الاناتوميكال سايت. مش هينفع الكلام ده يا استاذ هشام، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع. انا مش معايا دكاترة؟ ببص أول حاجة على مكان الساكرو إيليك جوينت، لازم أيدنتيفاي مكان الساكرو إيليك جوينت. ساكرو إيليك جوينت على العظم، على العظم وده قصاد أو أوبوزيت للبوستيريور سوبيريور إيليك سباين. هنا على البيشنت بلاقي ديمبل، طبعا أنا مش شايف بوستيريور سوبيريور إيليك سباين، هتحس العظمة اللي في الباك وبيبقى قصاد الدمبل، ده مكان الدمبل، الدمبلينج دوت ده مكان الساكرو ايليك جوينت. السكين ماشي وبعد كده ينزل وبعد كده يعلى تاني، الدمبل ده بيدينوت بدايه الساكرو ايليك، يبقى هنا الساكرو ايليك جوينت. ببص اول حاجه باي انسبكشن على السيمتريك اور اسيمتريك، ببص على ساينز اوف انفلاميشن وببص على السكين عادي. بعد كده هروح ابالبيت اشوف التمبرتشر بالدورسم اوف ذا هاند، بعد كده التندرنس فيس بيركشن بريشر باي ثم بلبك كومبريشن، وبضغط البلبس لجوه. يبقى باساس الساكرو ايليك جوينت اللي موجود عند البوستيريور سوبيريور سباين، اول حاجه ده مكان الدمبل، تحتيه على طول ده الدمبل، تحتيه على طول ده مكان الساكرو ايليك. هتحط ايدك عليه تبص الاول ساينز اوف انفلاميشن سيمتريك اور اسيمتريك سكين مانيفستيشن تمبريتشر بايلاترال بالدورسم اوف ذا هاند اند تندرنس بالثم والفيس بيركشن وبلفيك كومبريشن. ثلاث تستات مهمين بعملهم للساكرو ايليك جوينت. اول تست اسمه جانزيون، بعمل الجانزيون تست، والجانزيون تست بنيم العيان. نام على طرف الصوره خليه زي ما هو. بنيم العيان على الاوتر اسبكت اوف ذا بيد، بخليه يضم رجليه عليه، ضم رجليك عليك وامسكها، افرد رجليك الثانيه واخليه يفرد رجليه. بعد كده ببدا انزل رجليه بلول بلين اوف ذا بيد واشوف لو في تندرنس في الباك واساله في وجع في ظهرك ولا لا. لو في وجع في الباك بيانديكيت ان في ساكرو اليايت. جانزيان ست مهم جدا. هنيم عياني على طرف السرير واخليه يضم رجليه على بطنه، يجيب الساي ويجيبها على بطنه ويمسكها. بعد كده رجله اللي على طرف السرير هبتدي انزلها. لو حصل بين في الباك في زاويه اقل من 30، يعني قبل ما اوصل ل 30 وحصل بين في الباك، ده بيانديكيت ان في ساكرو اليايت. تيست تاني بعمله عشان اديتكت الانفلاميشن في الساكرو اليايت جوينت، البامب هاندل. بزق بالني على الاوبوزيت شولدر وبشوف لو في وجع في ظهره، ده بيديتكت الساكرو اليايت واعمل الاذر جوينت. اسمه بامب هاندل. باتريك ذا برنس، يعني افتكر كده حاطط رجل على رجل عشان ما تنساش التست. باتريك بيعمل ايه؟ حاطط الهيل على
النين، هتخلي العين يحط الهيل على النين وتعمل ال تعمل ايه؟ تعمل ال اكستنشن لل هيب جوينت بالطريقه ديت، وهبوش على النين بالطريقه ديت واشوف لو في بين في الباك. فعندي ثلاث ستات بعملهم للساكرو ايديال جوينت. اول واحد الجانزيان ست، اخليه يضم رجليه عليه وبعد كده انزل برجليه الثانيه بلو بلين اوف ذا باك. ثاني واحد البامب هاندل وبوش بالني اجينست الاوبوزيت شولدر. ثالث واحد الباتريك وبحاول ازق على الني جوينت وهو عامل هيل على الني جوينت واشوف البين في الباك ده بيدينوت اللو باك بين او الساكرو ايلياي. ده الساكرو ايلياي جوينت. هنقف عشان نلحق نصلي المغرب يا دكاتره، وهوزع لكم الحالات بكره. هكمل هتفق معاكم دلوقتي بعد الصلاه ان شاء الله، هتفق معاكم على طيب هنصلي المغرب ونرجع نقعد تاني. هقفل الجوينت اكزامينشن عشان نبدا نبص على الحالات، اللي عايز يبص على الحالات اوزعها لكم ان شاء الله. يا ريت يا دكاتره ندخل نقعد على طول. يا دكاترة لو سمحتوا بسرعة شوية. يلا دكاترة لو سمحتوا نقعد. خلصنا البريفرال جوينت كانسبكشن اند بالبيشن اند موفمنت. هتكلم على الاكسيال جوينت. بدات الاكسيال جوينت ساكرو ايليك فولود باي دورسو لامبر اند السيرفايكل. خلصت الساكرو ايليك وقلت الساكرو ايليك جوينت اول حاجه اعرف مكانه عشان اعرف ابص عليه واعمل له بالبيشن. مكان فين الساكرو ايليك جوينت؟ اتفقنا مكان الدمبل. مكان الدمبل هو ده المكان اللي انا ببص عليه او عند البوستيريور سوبيريور ايليك سباين عشان ابدا انسبكت وبالبيت الساكرو ايلياك جوينت. ببص اول حاجه مكان الدمبل، اول حاجه باي انسبكشن هبص تحتيها تحت الدمبل. شايفين الدمبل على الدمبل كده باينه؟ ده مكان الدمبل. مكان الدمبل بحط ايدي عليه تحتيه. اول حاجه باي انسبكشن ببص سيمتريك او اسيمتريك، ببص على انفلاماتوري ساينز، ببص على السكن. بعد كده ببلبيت بالدورسم اوف ذا هاند اساس التمبرتشر. بعد كده التندرنس باي فيس بيركشن، بريشر باي ثامب لو بيوجعوا، وبلفيك كومبريشن عشان اكمبريس على الساكرو ايليك جوينت. خلصت دول. عايز حاجة more accurate more sensitive to detect sacroiliitis أو inflammation of sacroiliac joint. فبعمل الجانزيان تست، بنيم العيان وبخليه يضم رجليه، يجي الأول على طرف السرير، رجله البعيدة عني هيضمها على بطنه، رجله الثانية هبتدي أنزلها بلول بلين اوف ذا بيد. المفروض تنزل لغاية 30 ديجري بلو بلين اوف ذا باد من غير ما يحصل لو باك بين. لو حصل لو باك بين وقال لي اه يا ظهري، يبقى معنى كده ان دي ساكرو ايليايت. طب انا عايز اعمل الساكرو ايليا جوينت الناحية الثانية، يبقى هعكس اخليه يضم رجليه، هجيبه الاول على طرف السرير اللي هناك او العيان يلف ويضم رجليه عليه، وانزل رجليه دي لما هربته من هناك هنزلها بلو بلين اوف ذا باد. لو نزلت لاقل من 30 وحصل لو باك بين يبقى في ساكرو ايليايت. اتفقنا البامب هاندل بفوش الني اجينست الاوبوزيت شولدر لو في لو باك بين، والباتريك اتفقنا يحط الهيل على الني وازق على الني جوينت واشوف لو في لو باك بين يبقى انديكيتنج ساكرو ايليايت. فالستات بتاع الساكرو ايليايت جوينت كلها في سكه البين، مش بين تندرنس. يعني البيشنت بعمل له تست يقول لي ظهري بيوجعني، بيدي نوت الانفلاميشن للساكرو ايليا جوينت، والتندرنس دي هكونفيرم
او هكونفيرم بقى الساكرويليايتس بالراديولوجيكال ايفيدنس لما اشوف في انفلاميشن عند الساكرويليا جوينت والبليرنج الجوينت مارجن او الانفلاماتوري تشينج بتحصل الساكرويليا جوينت. الدورسو لامبر سباين، هذا السباين بأساس ازاي؟ بأساس الدورسو لامبر سباين اول حاجة باي انسبكشن هبص على الدورسو لامبر من اول السي 7 فوق، كل ده ثوراسيك ولامبر. هأسس بقى المنطقة دي لغاية الدمبل، المنطقة دي كلها باي انسبكشن اشوف لو في ديفورميتي زي كايفوزس او سكوليوزس لاترال ديفيشن او كايفوسكوليوزس، يعني في بوستيريور انجيليشن اند لاترال ديفيشن للفيرتبرال كولوم. بأسس باي انسبكشن ديفورميتي زي كايفوزس او سكوليوزس او كايفوسكوليوزس، بشوف باي انسبكشن لو في سويلنج. طب بالبالبيشن هحط ايدي على اللمبر فيرتبري، هحط ايدي على الدورسال واللمبر فيرتبري واشوف لو في سويلنج او تندرنس، ولو في تندرنس المفروض اعد بقى. احنا اتفقنا اوبوزيت للسباين سكابيولا هنا كام؟ تي 3، يبقى عد ده تي 4 تي 5 تي 6 تي 7 تي 8 تي 9 تي 10 تي 11 تي 12 ال 1 2 3 4 5. بعد اللمبر سباين من ظهر العيان ولازم يبقى عندي لاند مارك ده تي 3 وده ال 4 ال 5 السبيس اللي ما بينهم. يبقى باي انسبكشن للدورسو لامبر. تاني حاجه في الاكزيال سكيلتون بعد الساكرويليا جوينت هبص على سويلنج وابص على ديفورميتي. بالبالبيشن هشوف لو في سويلنج واشوف لو في تندر. بعد كده بعمل موفمنت للدورسو لامبر. ايه هي الموفمنت للدورسو لامبر سباين؟ فليكس واكستنشن ولاترال بندنج اند روتيشن. الموفمنت عندي اللي في الدورسو لامبر سباين، والله الدورسو لامبر سباين ده ممكن يحصل فليكشن واكستنشن، والرينج اوف فليكشن اكتر من الاكستنشن، ولاترال بندنج عن طريق الترانسفيرس بروسيس او السوبيريور والانفيريور فاسيت جوينت او الحاجه اللي اسمها بارز انتر ارتكيلاريس، دي اللي بتدي الفاسيلتي لللاترال بندنج وبتدي الموفمنت اللي هي الروتيشن. فعندي فليكشن واكستنشن لاترال بندنج اند روتيشن. بس الكلام ده رف، يعني ايه رف؟ يعني انا بعمل فليكشن واكستنشن لاترال بندنج وروتيشن. طب الليميتيشن، لو في عندي ليميتيشن للموفمنت دي ازاي تعرف تاسس هي الليميتيشن قد ايه؟ ففي تستين مهمين جدا بعملهم، تست اسمه شوبر وتست اسمه لاترال سباينال فليكشن. الشوبر باجي عند البوستيريور سوبيريور ايلياك سباين، باجي عند الدمبلز دي وبعلم نقطه في الميد لاين، بعد كده باخد نقطة تانية فوقيها ب 10 سنتي، بعد كده هقول للبيشنت يقف ويضم رجليه، ضم رجليك لبعض وخلي الركبتين مضمومين. اتني وسطك لقدام على قد ما تقدر من غير ما تثبت بايدك، لقدام لقدام لقدام. اتني لقدام كمان أقصى حاجة عندك، أقصى حاجة عندك ورجلك مفرودة. بص يا دكاترة، أنا جيت عند الدمبلز أو عند البوستيريور سوبيريور إيليك سباين وخدت نقطة. فوقيها بالمتر معايا خدت نقطة على الميد لاين ب 10 سم. بعد كده خليته يضم رجليه ويعمل فول رينج اوف فليكشن، ضم رجليك واتني وسطك على قد ما تقدر ورجلك مفروده، واشوف المسافه اقصى حاجه انزل كمان، اقصى حاجه لغايه لما يقول لي خلاص ما اقدرش. هقيس المسافه ما بين النقطتين، المفروض الجوينت اتحرك والسكين حصل له ستريتش والنقطتين دول كان مسافة ما بينهم 10 المفروض تزيد عن 15، يعني حصل ستريتشنج للسكين بمسافة 5 سم. يعني المفروض اقل رينج من الفليكشن للدورسو لامبر يبقى 5 سم. لو اقل من 5 سم انكريز ده بيدينوت ليميتيشن للدورسو لامبر فليكشن. فاول حاجة عشان اعمل الشوبر صح بيقول لك اكزامين دورسو لامبر سباين، هتروح باي انسبكشن لو في ديفورميتي كايفوزس سكوليوزس ولو في سويلنج، هتروح بالبالبيشن تاسس السويلنج وتشوف التندرنس، هتعمل الفليكشن واكستنشن ولاترال بندنج وروتيشن رقلي وتقول ان في ليميتيشن، بعد كده تعمل الشوبر وتقول لي بقى بالشوبر ايه اللي ظهر. الشوبر ما يستحملش غلطه،
بخلي العيان وهو واقف اخد علامه على الدمبل اوبوزيت للدمبل على الميد لاين، فوقيها علامه ب 10 سم على الميد لاين، اخلي العيان يلوك النيه ما انساش ويعمل فول رينج اوف فليكشن من غير ما يسند على رجله، يعمل فول رينج اوف فليكشن واقيس المسافه ما بين التو بوينت. نورمال يزيد عن 5، لو اقل من 5 يبقى في ليميتيشن للسباينال فليكشن. اللي زيه اسمه اللاترال سباينال فليكشن، هاخد نقطه اوبوزيت للابر بوردر اوف ذا ايليك كريست. علمت هنا، انا حسيت هنا الابر بوردر اوف ذا ايليك كريست، هعلم نقطه هنا واعلم نقطه فوقيها ب 20 سنتي مش 10 على انيو لاين على الميد اكزيلري. ده انتيريور، ده بوستيريور اكزيلري، ده انتيريور اكزيلري، ده ميد اكزيلري. فباخد نقطه على الميد على الابر بوردر اوف ذا ايليك كريست، انذر بوينت اباف ب 20 سنتي على الميد اكزيلري لاين، واخلي العيان برضه يلوك النيه، ضم رجليك لبعض، بعد كده يعمل فول رينج اوف لاترال بندنج او لاترال فليكشن للاخر من غير ما يبقى ساند، واسس المسافه ما بين النقطتين بعد الفول رينج اوف لاترال بندنج. المفروض المسافه كانت 20، المفروض تزيد عن 25. واضح؟ وعشان هنا كان 10 بس، لان الرينج اوف فليكشن كبير، فال 10 دول هيبقوا 15 على طول، ولكن اللاترال بندنج 10 مش هيقلبوا ب 15، انت محتاج مسافه اطول عشان تاسس، فبيتعمل 20 سم لان اللاترال بندنج الرينج اوف لاترال بندنج اقل، وعشان تجيب ال 5 سم لازم تبقى المسافه اطول شويه. واضح؟ يعني هنا كل سم بيعلى على طول بنص سم، كل سم بنص، كل سم المفروض يفرض نص، ولكن لاترال هنا كل سم بربع سم، يعني كل سم المفروض يحصل له ستريتش بربع عشان يوصل للخمسه اللي هي المفروض النص. فهنا انا بعمل تستين الشوبر تيست، نقطه عند الدمبل، نقطه فوقيها ب 10 سم على الميد لاين، ويلوك النيه ويعمل فور رينج اوف فليكشن. اللاترال سباينال فليكشن، نقطه على الايليك كريست، ونقطه فوقيها ب 20 سم على الميد اكزيلري، ويلوك النيه ويعمل فور رينج اوف لاترال بندنج، واسس اللاترال بندنج. المفروض تزيد الفليكشن او اللاترال بندنج اكتر من 5، اقل من 5 يبقى في ليميتيشن. ما تنساش وانت بتاكزامن الدورسو لامبر سباين، الدورسو لامبر سباين جواه ستراكشر مهم جدا، وهو السباينال كورد والروس اللي ايمرجنج من الفيرتبري، فبالتالي لازم اعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن لللور لمب. حتى لل يعني سؤال لما يساله لك او يقول لك اسس او اكزامن دورسو لامبر سباين، مش اي حد هيعمل الكلام ده، كل الناس هتروح للدورسو لامبر سباين هتشوف السويلنج وتشوف الديفورميتي وتعمل البالبيشن للتندرنس وللسويلنج، وتروح تعمل الموفمنت وتعمل الشوبر واللاترال سباينال فليكشن، ولكن ده كده انكمبليت اسسمنت للدورسو لامبر، لان اي مشكله في الدورسو لامبر اللي جواها على طول اللي جوه السباينال كانال هيتاثر، وهو السباينال كور. يبقى واجب عليا ان انا اعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن لللور لمب بس. محدش يقول لي ابر لمب، لان الدورسو لامبر خلاص الابر لمب طلع. فالدورسو لامبر المفروض اعمل موتور وسنسوري وريفلكسز از ريجارد اللور لمب. واضح كلام؟ يتبقى السيرفايكال سباين. السيرفايكال سباين باسس باي انسبكشن ديفورميتي اند سويلنج، باي بالبيشن تندرنس اند سويلنج. بعد كده بخلي البيشنت يعمل الراب موفمنت اللي هي فليكشن تنشن لاترال بندنج اند روتيشن. عملت الراب موفمنت، عايز اسس بحاجه اكيوريت السيرفايكال فيرتبري او الليميتيشن للموفمنت. هخلي العيان يقف على الحيطه، نتخيل ان في هنا حيطه، هيضم رجليه، ضم رجليك. البيشنت هيعمل ايه؟ هيلمس بالهيل الحيطه، بعد كده اقول له البس بالشولدر الحيطه، بعد كده اقول له البس بالاوكسفوت الحيطه. يبقى بيسموه اوكسفوت وول تيست، ولكن اول بوينت خليته يثبتها مين؟ الهيل، وراها الشولدر، وراها الاوكسفوت. العيانين اللي عندهم ليميتد سيرفايكال اكستنشن، خلاص السيرفايكال فيرتبري ما بيقدرش يعمل الفول رينج اوف اكستنشن، هيلمس بالهيل ويلمس بالشولدر، يجي هنا يقف، اقول له المس ما يقدرش،
واضح لازم هيحرك نقطة من دول عشان يقدر يلمس من هنا. فهنا انا مثبته من تحت ومثبته من الشولدر وبقول له المس ده من الاوكسفورد الحيطة، مش هيقدر. اقيس المسافة اللي ما بين الاوكسفورد اند ذا وول، فبيسموها اوكسفورد وول تيست، لان المسافة دي هتعرفني السيفيريتي اوف ليميتيشن السيرفايكال اكستنشن. وانا لما باخد بالي وانا بتست العيان لازم ما ابقاش واقف قدامه، ببقى واقف جنبه، لان وانا واقف قدامه انا مش شايف حاجه، ولكن وانا جنبه قادر اسس الهيل والشولدر واقدر اسس المسافه اللي ما بين الاوكسفورد ويل وول. واضح؟ فالسيرفايكال فيرتبري اكزامن سيرفايكال فيرتبري واحد، هعمل ايه؟ الانسبكشن لو في ديفورميتي نو ديفورميتي، سويلنج نو سويلنج، بالبيشن في تندر ونو سويلنج، موفمنت ليميتيشن للسيرفايكال. يعني عم محمد بعد اذنك اتني راسك لقدام، اتني راسك لقدام، اتني راسك لقدام، اتني ارجع راسك لورا، بص للجنب. في ليميتيشن للسيرفايكال موفمنت في الفور دايركشن، فليكشن اكستنشن ولاترال بيندنج اند روتيشن. مش حرك رقبتك، اوقفه على الحيطه والمس بالهيل والمس بالشولدر، اقول له بقى المس بالاوكسبوت مش هيلمس. اقيس المسافه دي ما بين الاوكسبوت والوول هتعرفني الليميتيشن للسيرفايكال اكستنشن. لو في هنا وول كله هيبقى لامس، اقيس المسافه دي ما بين الوول اند ذا اوكسبوت هشوف المسافه او الليميتيشن للسيرفايكال اكستنشن. فيري امبورتنت وابقى واقف جنب العيان. وبرده حته صغيره، ما ينفعش يبقى واقف على سكله، سكله اللي هو اللي على الارض دوت في القاع، ما ينفعش. وريه لهم السكر، وريه لهم السكر، السكر عم يا سكر، ما ينفعش يبقى واقف كده كده من الحيطه مش على سن واحد. خلاص خلاص فين؟ بعد سكر ما ينفعش يبقى واقف. خلي بالك زي ما قلناه في الدورسال سباين، زي ما قلناه في الدورسال سباين كبارت من السيرفايكال اكزامينيشن اسس ابر ولور لمب. يعني ايه ابر ولور لمب؟ يعني تروح تاسس الموتور والريفلكسز والسنسيشن على الابر واللور، لان السيرفايكال ده احنا خلاص لسه طالعين من الهيد، لسه طالعين من البرين، لسه كله فريش، لسه ما فيش حاجه حصل لها سبلاي. فلازم اعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن للابر واللور. عيالي يروح لدكتور يكشف عنده عظمه ظهره بيوجعه هيكشف له عظم بس، ودكتور تاني هيروح له يكشف له عظمه ويأسس نيورولوجيكال اكزامينيشن. اللي هيمس النيورولوجيكال هيمس الكومبليكيشن اللي بتحصل في العيان، ولو بيديفلوب اي نيورولوجيكال كومبليكيشن مش هتقدر تشخصها غير لما تبقى انت بتدور عليها مع البون كومبلينس اللي عند البيشنت. يتبقى عندي حاجه اخيره، اثنين جوينت. الخناقه دي ولا ايه؟ طيب معايا دكاتره؟ هأسس اثنين جوينت الكوستو فيرتبرال، هجيب المت والفه حوالين البيشنت عند النيبل لاين واقول له خد ديب انسبيريشن، خد نفس جامد. المفروض مع الديب انسبيريشن والكومبلاينس للشست ويفتح الكوستو فيرتبرال جوينت. الكوستو فيرتبرال من ورا هتفتح كده، هتفتح فالشست يحصل من ورا، او هي بتفتح من ورا، تفتح من ورا ويحصل الشست ايه؟ اكسبانشن. المفروض المتر يفتح تحت ايدي 5 سم. يعني وانا حاطط المتر الونج النيبل لاين بقول للبيشنت خد ديب انسبيريشن، هريح المتر واشوفه هيسحب معايا قد ايه؟ على الاقل 5 سم. لو في ديكريز للشست اكسبانشن ده بيانديكيت ان في ريستريكتيف باترن اوف ريسبيريشن. العيان ده مش هيقدر يدخل كميه الهواء اللي تكفي الكومبلاينس لللنج. واضح؟ يسموها ريستريكتد باترن لان مش اوبستراكشن، ده ريستريكشن. يعني اللنج اللي داخل قليل واللي طالع قليل، ولكن الاوبستراكتيف لما نتكلم عليه هنعرف ان اللي داخل كويس، اللي خارج هو اللي مش عارف يطلع، وبالتالي بيعمل الهايبر انفليشن لللنج. اخر حاجه هذا الجوينت التمبرو مانديبولر. التمبرو مانديبولر جوينت هاو تو اسست تمبرو مانديبولر جوينت. رقم واحد بخلي البيشنت يوبن الماوث، يفتح بقك واشوف المسافه اللي ما بين الابر ليب واللور ليب، واشوف الاوبننج ديستنس قد ايه، اخليه يعمل سايد تو سايد موفمنت
حرك المانديبل للجنب واشوف السايد تو سايد موفمنت بلس ان انا بحط ايدي على التمبرومانديبولار واساس الكريبيتس لان كوملي جوينت ده لو الدامج بيحصل فيه على طول الكريبيتس وبيانديكيت الافكشن للتمبرومانديبولار جوينت. خلصنا النهارده يا دكاتره وفي حاجه في حاجتين عايز اقولهم لكم. اولا الميديكال